أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست عيون العقل. الشعور بالحزن أمر طبيعي يمر به الجميع، هو حالة نفسية إنسانية وعميقة، إلا أن الحزن قد يطول مع بعض الأشخاص فيسبب شعورا بالثقل وتراجع القدرة على الاستمتاع بالحياة. اليوم في حلقتنا سنتناول خطوات عملية يمكنك اتخاذها للتعامل مع الحزن واستعادة مشاعر السعادة. الخطوة الأولى تكمن في تقبل حزنك والاعتراف به. لا تحاول دفعه بعيدا أو التظاهر بعدم وجوده، فكبح المشاعر لن يؤدي إلا إلى تقويتها داخليا. اسمح لنفسك بكل بساطة أن تشعر. إن احتجت للبكاء فافعل ذلك. تحدث إلى شخص تثق به. أحيانا يكون إطلاق العنان لتلك المشاعر بحد ذاته تجربة تساعدك على التعافي. كما يجب عليك كذلك أن تهتم بنفسك، فالاهتمام بالنفس يصبح أكثر أهمية عند الشعور بالإحباط والضيق النفسي. احرص على تناول الأطعمة الصحية والحصول على كفايتك من النوم، وحاول تحريك جسمك، فحتى القليل من النشاط البدني يساعد في إفراز مواد كيميائية في دماغك تعمل على تحسين مزاجك. حاول كذلك اكتشاف الفرح في الأمور البسيطة، فعند الشعور بالحزن يسهل علينا إغفال الأمور الجميلة. لذا حاول أن تبذل جهدا متعمدا لإيجاد لحظات سعيدة ولو كانت صغيرة كل يوم. حاول أن تتأمل في غروب الشمس الرائع، تذوق وجبتك المفضلة، اضحك على مقطع فيديو لطيف. حاول أن تدرب ذهنك على التركيز على الجوانب الإيجابية حتى ولو كانت بسيطة. ومن الأفكار التي ننصح بها هي الاحتفاظ بمفكرة للامتنان تقوم بتدوين الأمور الجميلة التي حصلت لك داخلها. ولا تنسى دائما التواصل البشري، فنحن كائنات اجتماعية بطبعنا، التواصل الإنساني ضروري لصحتنا النفسية، فحاول أن لا تعزل نفسك عندما تشعر بالحزن. تواصل مع صديق أو فرد من العائلة أو معالج نفسي. مجرد الحديث عن حزنك يمكن أن يخفف من ثقل وطأته. وفكر، ما الذي يجلب لك السعادة؟ ما الذي يجعلك تشعر وكأنك على طبيعتك؟ قد يكون الطهو، المشي في الطبيعة، الاستماع إلى الموسيقى، أو ممارسة أي نوع من أنواع الفنون. لذا خصص وقتا في يومك أو أسبوعك لهذه الأنشطة، لأنها بمثابة ترياق قوي جدا لمشاعر الحزن. وفي النهاية يجب أن نقول أن التعامل مع الحزن هو رحلة متواصلة وليست سباقا سريعا. ستمر بأيام أفضل وأيام أصعب. تحلى بالصبر واللطف تجاه نفسك. إذا بدا لك أن الحزن دائم ومتواصل أو أنه بدأ يؤثر سلبا على حياتك، فمن المهم والضروري جدا أن تسعى للحصول على مساعدة من مختصين. تذكر، لست وحدك، وهناك دائما أمل في أيام أفضل. كانت هذه حلقتنا اليوم من حلقة بودكاست عيون العقل. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وللحلقة القادمة إن شاء الله لم يبقى لي سوى أن أقول لكم إلى اللقاء.